بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي قاعدين نراو فيه اليوم اللي يقولوا هما حرب الحضارات. عطيني شكون من الصهاينة ولا من أهل الكنائس ولا من الكرب اللي مش قاعد يغير في حقيقة الإسلام أو رسول الإسلام. الإسلام مش تعيب عليه، هو قالك ائتي طوعا، العقل يقول لك يا ربي سمعت وأطعت، وإني آتيك بكل حزم وكل صدق وكل حماسة ودعاك. فاحسن الجواب مع الرحمن وتراه خير الثواب. وينك أنت في تعاملك الصقل مع العلي القدير سبحانه وتعالى؟